تعرف كيلو القهوة قديش بيعمل مكسب آخر الشهر؟ تخليك تبطل دراسة بعد هذا الفيديو، حضرني للآخر. مرحبا يا جماعة، لمعلوماتك القهووية إنه الكيلو هو 4 أواق. لا يا زلمة معقول؟ 4 أواق. والوقية بتعرف قديش بتعمل؟ عند الزلمة الصح بيعمل 17 كاسة، وعند الزلمة اللي بلف وبدور بيعمل 22 كاسة. بدنا ناخذ ليش المعدل 20 كاسة. انت بتحكي 20 كاسة في ربع كيلو. طب الكيلو قديش؟ يعني عليك رياضيات 80 كاسة. طب الكاسة بقديش؟ نص ليرة، يعني انت بتحكي على 40 ليرة. شيل 13 ليرة كيلو القهوة، وشيل ليرتين كاسات، وشيل ليرة سكر للناس اللي بتحب السكر. انت قاعد بتقول 16 ليرة، شيلهم من 40 ليرة، انت بتحكي 24 ليرة صافي لجيبتك. بالله عليكم، القهوة ولا التوجيهي؟ لا يا معلم، القهوة. صير بيع قهوة وانا راح اشتري منك. سلام.